حالك شو عملت؟ بتني على هذا المكان؟ لا أعرف منك أجوبة أسئلتي. فاطمة، قلبي احترق، ناصر تركنا وراح وما ضل لنا حدا. أنا حاسة بوجعك فاطمة وباللي عم تمرقي فيه، بس لازم تكوني قوية شوي مشان تقدري توقفي معي. بدنا نحضر للجنازة ونعمل كل الترتيبات مشان كل حدا نقتل بدون ذنب. لازم يكون كل شي مرتب وعلى أصول كمان. حاضر يا سمو الأميرة، مثل ما بدك، بس بترجاكي لا تحطي بقلبك فضفضي وابكي، طلعي الحزن يلي جواتك، عيطي وصرخي واندبي على اللي راحوا، ما تخلي شي بقلبك. دموعي نشفوا من البكاء، صدقيني ما ضل فيي قوة حتى أندب. المهم كل شي طلبته لازم تنفسي. سمعتي شو قلت؟ ما بدي تقصير. نحن هلأ راكبين على حصان والحصان بلش يمشي بسرعة بسرعة بسرعة. يلا 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 ولساته عم يأسرع. انت ما فيك عقل بنوب؟ ليش مخلي الولد يقعد على الحرف هيك؟ ما كان واقع جاوبني. بس انا كنت اخذ حذري ومهدي منيح، ما شفتيني كيف كنت حاضنه؟ يفضل انه حضرتك ما تقدم تبريرات. خلص عرفت قديش انت شخص واعي وعندك حكمة. كنت حذر؟ مو لانه كنت اخذ حذرك بهديك الليلة صار اللي صار؟ بسببك انت بعدت عن اهلي بالوقت الغلط. اهلي وقت اللي كانوا بحاجتي اجيت انت وخطفتني من القصر. بس يا سمو الاميرة، تعرف شو يلي صادمني؟ انه انت بالرغم من غلطتك اللي ارتكبتها، بدل ما تخجل من يلي عملته وتمشي، لساتك قاعد بالقصر ولا حاسس باي ذنب.
خلينا نمشي فاطمة. يا جماعة، أنا حابب ضل مع صديقي، بتمنى تتركوني أقعد معه شوي، بدي أطمن عليه. طبعاً إذا ما كان في شي بيمنع. مو مشكلة جلالتك. بس من بعد إذنك حضرة الطبيب رح يضل لحتى يعتني بجلالة السلطان كرمال وضعه. ما عندي مانع. لو تعرف قديش أنا متضايق لأني شفتك بهالحالة. يا الله، يا ريتني متت قبل ما أشوفك عم تموت قدامي. يا ريتني متت وما شفت هالشوفي أبدا. يا حكيم، كيف ملاقي وضعه؟ حسب تقديراتك إمتى بيتعافى؟ رغم إنه الخنجر صغير، بس حتى أصغر جرح ممكن يعمله هالخنجر المسموم، رح يكون كفيل إنه يقتل إلتوميش.